كيتوفر على 7 ديال اللاعبين في المنتخب المحلي، وهذه السمعه كتسبق فريق الرجاء على المستوى الافريقي وصيف بطل العالم. الوادي، الوادي من الجهه اليسرى في محاوله رجويه، الوادي يسجل الهدف الثالث او الهدف الرابع. الواتن فريق الرجاء لا يريدها ان تكون او تمر مرور الكرام، بل يريدها ان تنتهي بحصه ثقيله، والمجهود الفردي للاعب الوادي الذي سجل الهدف الرابع لفريق الرجاء. هذا الوادي دارب كبير لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي، اللاعب اللي على ما اعتقد كان يمارس في البدايه في قسم الهوات مع حياه فاس، كان قريب الانضمام لاتحاد طنجة. فائدة فريق الرجاء، محاولة أخرى لفائدة فريق الرجاء لتسجيل الهدف الخامس. محسن ياجور، محسن ياجور بالفعل يسجل الهدف، رجل المباراة بدون منازع. هاي تريك ديال محسن ياجور، ثلاثة ديال الأهداف. نتمنى أنه يزيدوا الأهداف، كنت كنطلب أنه تكون خمسة، فتحققت الأمنية ديالي.